نتذكر أن المشاعر التي لا يتم التعبير عنها لا تموت أبداً، هي تدفن حية ثم تطفو فيما بعد بطرق أكثر قبحاً. لو عيالكم اشتكوا وقالوا لكم في يوم إنهم حاسين بضيق أو زعل، ما تستهينوا بكلامهم أبداً، افرحوا إنهم فتحوا لكم قلوبهم، استمعوا لهم وأنصتوا، كونوا مصدر آمانهم وأصدقائهم. فالأولاد بحاجة إلى نماذج أكثر منهم إلى نقاد.